وانت عندك تليفون دلوقتي. طيب لا احنا معانا نجم بقى، نجم الجميل والنجم الجديد والنجم القادم بسرعه الصاروخ، محمود. محمود مبروك يا محمد. مبروك يا حبيب قلبي. حبيبي ربنا يخليك يا رب، الله يبارك في حضرتك. انا ببارك لك على ايه؟ على شكلك مع وادي دجله، على تجربتك الرائعه مع تكيس، على المظهر الجميل اللي تظهرت بيه، وطبعا المباركه الكبيره جدا لانضمامك للنادي الاهلي. اعتقد ان ده كان بالنسبه لك حلم زي ما انت قلت يا محمد. اكيد طبعا حلم لاي لاعب، مش حلم لي انا بس. اولا انا بحب اتكلم عن وادي دجله. مش صعب ان انت مثلا، مش صعب كاي انسان تكون عايش في مكان 8 سنين وتمشي منه بسرعه كده. بس يعني عادي، انا خرجت من بيتي، دخلت في بيتي الاكبر، ان شاء الله اللي جاي احسن، وربنا يوفق دجله ان شاء الله في اللي جاي. واتمنى لهم التوفيق في كل الماتشات، واتمنى التوفيق لمستر تاكس، مدرب اتعلمت منه كتير جدا، مدرب محترم، تفكير على اعلى مستوى، محترم بمعنى الكلمه. بتمنى له التوفيق في حياته مش في الكوره بس يعني. وان شاء الله انا يعني لسه ببتدي كوره اهو، النادي الاهلي يعني يعتبر ببتدي حياتي من جديد، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. محمد انت تعرف ان انت كنت مطلب رئيسي او مطلوب بالاسم من جماهير النادي الاهلي، عارف المسؤوليه مش المسؤوليه، انت عارف النادي الاهلي لعبه مختلف تماما عن دجله، عارف الجماهير الاهلاويه طالباك بالاسم. عارف والله، عارف انا ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وحسن ظن الاداره وحسن ظن اللعيبه، وان شاء الله اكون على قد الثقه اللي هم مدينها لي، و ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي يعني. يا رب ان شاء الله دعواتك معانا. اكيد انت عارف احنا بنساند كل اي حد بيحب النادي الاهلي بس يا محمد، فاكيد انت بقيت دلوقتي خلاص لعيب من لعيبه النادي الاهلي. والله وتبقى معشوق ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك يا رب. يعني السنه اللي فاتت ما كنتش متواجد مع دجله بشكل رسمي، جيت اكيس حط محمد محمود في دجله، ظهرت بالمظهر الرائع اللي انت ظهرت بيه، فكنت هدف للنادي الاهلي، والحمد لله خلاص بقيت في النادي الاهلي دلوقتي. هل كنت متخيل ان انت تروح النادي الاهلي في يوم من الايام يا محمد؟ والله اكيد طبعا، ما فيش لاعب يعني مش هقارن نفسي باللعيبه وبتاع، بس كل لاعب بيبقى ليه طموح وليه حلم وليه طريق حاطه هدف ده. السنه اللي فاتت، انا بتكلم على السنه اللي فاتت، كان ايام كابتن ميدو، النتائج ما كانتش مساعده خالص. هو كابتن ميدو ضارب كويس وتعلمت منه كتير جدا، بس هي النتائج ما كانتش مساعده خالص، ولا بالظبط ولا يعني ما كانش ينفع العب. لو كنت لعبت كان هيبقى في دروب عليا جامد، مش هعرف العب بحريه. كمان كابتن طارق جه، كان كابتن طارق يعني طريقه لعبه دفاعيه جدا، فانا يعني دايما لعيب الكوره بيحب الكوره تبقى معاه. بالظبط ما يدورش عليها. يعني ما كنتش لاقي نفسي جدا في الطريقه. بس لحد ما مستر تاكس بقى جه في فتره الاعداد واداني ثقه كامله جدا، يعني ثقه كبيره جدا. من اول تمارين، يعني من اول تمرين هو جه يعني حطني في حته ثانيه خالص. حتى التمارين، الفكر، الكلام معاه. لا بجد مدرب يعني. اكيد احنا دايما كنا بنتكلم مع كابتن عبد الباقي، وكنا بنشيد بتكيس، حاجه جميله جدا وتجربه رائعه، واكيد كلكم استفدتوا منها. لكن قول لي، اكيد جالك عروض كبيره جدا بمبالغ كبيره جدا يا محمد، لكن انت كان اختيارك في الاول وفي الاخر واصرارك على النادي الاهلي. اكيد طبعا، كان جالي هوفنهايم الالماني، كان جالي نادي في سويسرا، مش عارف، مش متاكد بازل ولا مش عارف، بس هو يعني كان بازل. وكان جالي اياكس امستردام، والنادي الاهلي. الحمد لله يعني اخترت النادي الاهلي، حلم لاي لاعب، يعني بيزود اسم اللاعب مش بيقلله خالص، بيزود القيمه بتاعته، بيزود دخل، يعني حاجات كتير جدا. وبعدين يعني هو الواحد من يعني من هو صغير جدا هو اهلاوي، بيحب النادي الاهلي. جميل. يعني كان خالي كده حب يخليني زملكاوي، بس ما عرفش. ما قدرش. لا ما عرفش. والدي هو اهلاوي جدا.
ربنا يخليه لك، ربنا يخليه لك. وانت هتعرف كمان، انت كمان لما تدخل نادي الاهلي وتلبس تيشيرت يا محمد هتعرف قد ايه انت اخترت صح وقد ايه انت لعيب، غير ان انت محب لعيب زيك جدا. وان شاء الله ربنا يديلك كل اللي انت عايزه. الكابتن شريف عبد المنعم هيرحب بيك، وبعد كده هرجع لك عشان عايز اسالك سؤال تاني. اتفضل يا كابتن شريف. يا كابتن. كابتن شريف ازي حضرتك؟ ازيك حبيب، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك النهارده ومبروك ان شاء الله وجودك في القلعه الحمراء باذن الله. انا مش هطول عليك. هقول لك على حاجه. في لعيب بيبقى بتصاحبه سمعه طيبه جوه الملعب وبره الملعب، انت من اللعيبه دي. ربنا يخليك يا كابتن شريف. تاني حاجه، جماهير عايزاك، واللعيبه اللي انت هتروح تنضم اليهم دول حابينك من وجودك حتى وانت بتلعب قدامهم، عارفين ان انت لعيب كويس. فما ربنا يخليك. فكل ده في صالحنا ان شاء الله وفي صالحك انت، وانت طبيعي زي ما انت بتأدي كده ان شاء الله هتلاقي السبورت وهتلاقي التدعيم وهتلاقي الدنيا كلها حباك. فاستغل دي وحط ابو تريكه في دماغك وحط محمد صلاح في دماغك يا محمد، ومش هقدر اقولك اكتر من كده. انت عارف انا عايز اقول لك ايه. مفيش اهلاوي ما بيحطش كابتن محمد ابو تريكه. حطهم الاثنين في دماغك وان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله. كمان جميل جميل. مفيش لاعب بيلعب في النادي الاهلي بيحط كابتن خطيب التارجت قدامه هو وكابتن محمد. باذن الله هتبقى منور الدنيا وتعمل كل اللي نفسك فيه. شايف الدوري رايح فين يا محمد؟ دوري مين؟ الدوري العام السنه دي رايح فين؟ هيروح فين؟ قول لي. رايح للتتش ان شاء الله. اكيد جاهز؟ تتش قال لك رايح للتتش. طبعا التتش 100% ان شاء الله جاهز. قول لي طموحاتك ايه يا محمد؟ والله انا ما بحبش اتكلم عن طموحاتي، ان شاء الله الملعب هو اللي هيتكلم مش انا. جميل جميل، هو جميل قوي يعني. انا حابب اقول لحضرتك كلمه بس. اتفضل قول لي. كابتن عبقي بجد يعني مدرب محترم جدا على المستوى الاخلاقي وفي الملعب كمان. انا اتمرنت يعني لما السنه اللي فاتت لما كنت بلعب في الفريق الاول في دجله كنت بلعب مع ال 97. فكابتن عبقي كان ماسك السنه اللي فاتت اللي هو التيم بتاع 97. كنت بنزل العب معاه يعني، خدنا مركز ثاني معاه. اتعلمت منه والله العظيم بجد. اكيد اكيد، هو جهاز فني محترم يا محمد. وحضنه كمان جامد قوي بعد الماتش. اخلاقك كمان جميله جدا. انت بتشكر النادي وبتقول 8 سنين قضيتهم في دجله مش سهل قوي ان انا اخرج منه كده، حاجه جميله جدا. وهي دي اللعيبه اللي احنا عايزينها كمان احنا كاهلاويه. والجماهير لما اختارت محمد محمود اكيد اختارت محمد محمود، عارفه يعني ايه محمد محمود، عارفه قيمتك. الجماهير اختارتك، فانا عايزك بقى كلمتين تقولهم للجماهير، وطبعا احنا هنشوفك في الملعب. اكيد يعني انا يعني اللي ببلغه للجماهير ان شاء الله يعني الفتره السيئه اللي فاتت دي اكيد مش هيبقى فيه زيها تاني. ان شاء الله اوعد الجماهير بكل اللي جاي ان شاء الله خير للنادي الاهلي. بشكرهم طبعا على ثقتهم فيا. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله نقدم للنادي الاهلي وليهم حاجه كويسه ان شاء الله. قول لي يا محمد، مين اللعيب اللي في النادي الاهلي كنت نفسك يبقى موجود معاك الفتره اللي جايه؟ كابتن ابو تريكا. عارف انا هو ابو تريكا مش عارف عامل ايه في قلوب اللعيبه بصراحه. لا لا هو وعالميا يا رب. لا 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 هو بجد بجد شخصيه محبوبه جدا يعني. كمان لما مضيت في النادي الاهلي بعت لي مسج على تويتر هناني ما كنتش مصدق. بس تويتر بس ولا كلمك في التليفون؟ لا تويتر. تويتر بس. تويتر بس. تمام. يعني مش هتفرق يعني هيكلمك اكيد. اصل انا عارف تريكا، انا عارف تريكا، انا عارف تريكا يعني. يعني انا مبسوط جدا بالمسج. مبسوط مثلا ايراد اتصلت 24 ايراد. اكيد كمان لسه كمان محمد، كمان لما تدخل نادي الاهلي وتعيش الاجواء وتشوف الجماهير الموضوع مختلف، يعني مختلف تماما. مع احترامنا الكبير طبعا لوادي دجله، قول لي مين مسلك الاعلى عالميا؟ محمد صلاح. محمد صلاح مع اختلاف الاماكن. لا انا مش بتكلم على الاماكن، انا بتكلم على الشخصيه، على التعامل بره الملعب جوه الملعب. يعني بجد شخصية محترمة جدا. جميل جميل قوي. طبيعي بصراحة. أنت لما كنت في المنتخب كنت بتسأل لعيبة عن النادي الأهلي، بتسأل صلاح تحديدا مثلا أنا عايز أروح نادي الأهلي، أو صلاح قال لك مثلا روح نادي الأهلي أو روح نادي كذا أو احترف،
استشرت مين وكان مين اكتر راي اثر فيك؟ بس استشرت كان ابو مكه صلاح. ابو مكه وتريزيجيه صراحه. قالوا لك ايه بقى؟ قول لي للجماهير الاهلاويه بقى تصريح لسه اول مره نعرفه. لا دي حاجه يعني هم يعني هو كله نصحني. لا صلاح قال لك ايه تحديدا؟ انا لازم اسمع محمود. لا هو بعت لي حاجه كده. مش هينفع نقول للجماهير؟ ده الجماهير قالت محمود مطلب اساسي، فلازم تقول لهم برضو. انت عارف محمد صلاح معشوق. كل حاجه هو ما اقول كده. وتريزيجيه قال لك ايه؟ نصحني طبعا بالنادي الاهلي وقال لي الاهلي خطوه كبيره جدا ليه. لو هتسافر مثلا وانت 20 سنه بتخاف مثلا تكبر وبتاع وكده، انت لو في النادي الاهلي هتسافر كبير جدا، ممالك كبيره جدا وهتروح كتير وهتلعب في بتاعك هيبقى كتير. يعني دي نصيحه تريزيجيه، ومن خلال حضرتك ومن خلال قرارات النادي الاهلي بنهني تريزيجيه النهارده. كان تمام النهارده كان زفاف يوم الزفاف، فبقول له الف مبروك وربنا يا رب يجعلها خطوه خير عليك، وربنا يسعدك يا تريزيجيه وانت شخصيه محترمه جدا، وربنا يكرمك في حياتك ان شاء الله. عقبالك يا محمد. ربنا يخليك. عقبالك والجماهير الاهلاويه ان شاء الله تعمل لك فرح تشوف الجماهير الاهلاويه بقى لما تفرح بلعيب. هتنزل تمرين امتى ان شاء الله؟ السبت ان شاء الله. السبت. اجي لك بقى اسلم عليك كده وابارك لك. انت لعيب شرف والله. انت لعيب محمد، ان شاء الله تبقى اضافه للنادي الاهلي ولعيب تستاهل انك تروح النادي الاهلي. اخلاقك باينه جدا وكلامك باين جدا واحترامك باين جدا، وان شاء الله تكون صوره مشرفه في كل مكان النادي الاهلي، وان شاء الله كمان يجي لك عقود احتراف كبيره جدا من خلال النادي الاهلي اللي اكيد هيساعدك في هذه التجربه ان شاء الله. ان شاء الله طموحات كبيره جدا الجماهير مستنيها منك يا محمد، ان شاء الله تبقى قدها وانت قدها ان شاء الله. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. شكرا جدا ليك محمد محمود النجم الاهلاوي الجديد الصاعد الواعد ان شاء الله، ويكون صاروخ نادي الاهلي الجديد ان شاء الله، يبقى اضافه قويه جدا. شكرا جدا ليك.